حضرتك. دكتورة، شنو سبب انه انتشر التسول بالآونة الأخيرة بهالكثرة هذه؟ اولا طبعا ما يخفى علينا انه الاسباب هي اكيد اسباب اقتصادية، اضافة الى اسباب النزوح والتهجير القسري، اضافة الى اسباب تفكك الاسري اللي يصيب العوائل، اضافة الى اسباب الامراض المجتمعية وانتشارها بالمجتمع العراقي بشكل يعني مخيف وغريب وسريع بنفس الوقت. نعم. حالات الفقر والعوز المادي لتنتشر، مستوى الدخل الأسر لا ينخفض باستمرار. يعني إحصائية عام 2019 و2020 كانت تشير أن هناك 20% حالات تسول، في حين إحصائية 22 تشير أن هناك 25% من المجتمع العراقي في حالات تسول. إذا زادت عندنا 5%، هاي زيادة مخيفة أكيد، يعني من تترجم إلى أرقام ما يقارب أكثر من 120 ألف متسول في العراق. هذه الحالة ما تليق بنا لا كمجتمع إسلامي ولا كمجتمع شرقي ولا كمجتمع عراقي. العراق بلد ينعم بالخيرات، وافر الخيرات. العراق بلد يعني دول الجوار يمكن الأغلبية بدون مبالغة معتاشة على العراق وخيرات العراق. سوء الإدارة وسوء التنظيم وسوء تقسيم الثروات هو أدى إلى أنه يصير فجوات كبيرة بين طبقات المجتمع العراقي. بعد ما عندنا طبقة وسط، عندنا ياما طبقة تحت مستوى خط الفقر وطبقة غنى فاحش، وعدم التكافل الأسري والتكافل الاجتماعي وعدم وجود جهات راعية ومنظمة للقوانين الاجتماعية بالطريقة الصحيحة أنه تكفل لهذه الفئات حقوق وكرامة عيش وسكن آمن ودخل ثابت. هذه الأشياء كلها التبعات كانت تراكمات ولدت عندنا هذه الظاهرة اللي هي صراحة ظاهرة مخجلة ما تليق بينا كمجتمع عراقي. نعم. وما تليق ايضا نشوفها انتشار واسع بالعاصمه بغداد، ما تليق بعاصمتنا وحبيبتنا بغداد. نعم. فلازم اكو هناك دراسات ومعالجات سريعه لهذه الامور. زين، بوجهه نظر حضرتك شنو الطرق او اسرع الطرق، اسهل الطرق للقضاء على هذه الظاهره؟ يعني انت تشوفين انه انتشرت بكثره وهذا شيء يعني مؤسف. قبل ان نتطرق للطرق المعالجات، خلينا نتطرق أختي الكبيرة الكريمة إلى أنه هنالك أنواع من حالات التسول. نعم. التسول المحتاجون، هناك عوائل فعلا هي بحاجة مادية صعبة محتاجة إلى هذا الموضوع، لكن إحنا نرفض أنه المواطن العراقي من أي فئة كانت، نساء رجال أطفال، نرفض أنه يكون يعيش بهذا المستوى أو من خلال أنه ظاهرة التسول يلبي أو يكفي احتياجاته، يأمن احتياجاته واحتياجات أسرته. ايضا هنالك المتسولون الاجانب، احنا نلاحظ مختلف الجنسيات بالمجتمع العراقي. هذا ما ذكرته قبل قليل، تجين نعم بالتقاطعات تلقيهم انهم ما يحشون اصلا عراقي، مختلف الجنسيات. زين، دول من يحاسبهم بهاي الحاله؟ كيف يدخلون هاي الحالات؟ كيف تدخل الى العراق؟ نعم. احنا مو بحاجه، احنا اصلا مو بحاجه الى كثره متسولين، احنا نريد ننهي الظاهره. يعني هاي السماح لهذه الفئات اكيد هذا مسؤوليه الجهات الامنيه والجهات الرسميه، فنبحث انه هذا الملف من المسؤول عليه دخول هكذا حالات. يعني هذا يفاقم الحاله عندنا، ممكن احنا لا نحصرها فقط. هل تشوفي اصبح تجاره مربحه؟ طبعا هو تجاره مربحه للاسف لضعفاء النفوس. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهانا، لان كرامه المسلم انه يعمل. نعم. يعمل اي عمل كان اكرم من ما انه يمد ايده. اكيد. لان اليد العليا خير من اليد السفلى. فاحنا هذا اصلا شيء منافي لاخلاقنا وديننا والمبادئنا. لكن لو حاصرين هاي الظاهره فقط بفئات المجتمع العراقي، ممكن انه نجد معالجات عن طريق الرعايه الاجتماعيه، عن طريق التدريب، تدريبهم على مهن حره، مهن يدويه، ممكن انه نوفر لهم فرص عمل، ممكن. لكن المشكله انه الاعداد تتضاعف من خلال الجهات اللي يدخلون البلد، جهات اجنبيه.